تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، تناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة بقطاع غزة. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال استعرض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي شدد على مسؤولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها. كما أكد متحدث الرئاسة أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، حيث تم التشديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.